بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يوم جديد وطبق جديد من مطبخ دلش بوت، وطبقنا لهذا اليوم شوربة الفطر اللذيذة. نذوب الزبدة مع زيت الزيتون على حرارة متوسطة، بعدها نضيف عليهم البصل المفروم وورق الغار ونقلبهم حتى يذبل البصل. نضيف شرائح الفطر، واستخدمت الفطر الكستنائي، ويفضل نستخدم فطر الكريميني المجفف أو الشيتاكي. نقلب الخضار حتى يتغير لون الفطر ويطلع عصارته. نشيل ورقة الغار، نضيف الطحين ونقلب بشكل مستمر حتى تتغلف الخضار ويصير لونه بني فاتح. نصب عليهم كوبين من الحليب السائل ونخلطهم مباشرة، نقشط كل النكهات اللي مترسبة في القاع. ولما يدخن قوام الشوربة نضيف عليهم بودرة الثوم والملح والفلفل الأبيض. وبشذي نكون وصلنا إلى القوام المطلوب، ونشيل جزء من الفطر ونتركه على جنب. ونطحن الشوربة لما تصير عندنا بهذا الشكل، بعدها نرجعها على نار متوسطة، ولما تبدأ تغلي نضيف عليها كوبين من مرق الخضار أو الدجاج. نضيف المشروم اللي تركناه على جنب، وعليهم رشة من الزعتر البري الطازج أو المجفف، ونخلط حتى يثخن قوام الشوربة. ولقوام أثقل نضيف كريمة الطبخ. الشوربة جدا لذيذة وغنية بالنكهات، وكل أفراد العائلة راح يحبونها. أسعدوني باشتراككم في قناتي المتواضعة مع لايك وكومنت، ومع السلامة.